احذروا جيدا الغدر والخيانة من بعض البشر. ركزوا جيدا مع بائع الورد، سوف يقوم بفعل خسيس لا يقوم به إلا الجبناء، لذلك عليك دائما بإدراك الموقف لكل ما هو حولك. السلام عليكم، ازاي تدافع عن نفسك من المسافة صفر لو في معتدي معاه مطوة او سكين او سيف من المسافة صفر بالسلامة. لو لقيت شخص معاه سكين ولو لقيت مكان المسافة انك تهرب اهرب، افضل شيء. لو الشخص ده بيثبتك وعايز حاجتك، حياتك اهم. لو لقيت عصا او طوب او كرسي تستخدمه للدفاع عن النفس استخدمه، لكن هنا الفيديو ده لو مفيش اي اداة استخدمها والمسافة صفر والشخص ده معاه سلاح، ازاي ادافع عن نفسي؟ اوعى تقف مستقيم كده، اضرب الله يرحمك موت. اوعى تقف مستقيم، لازم على طول تخلي وقفتك بالجنب وايدك ممدودة، عشان لو في ضربة جت فيا يلا اهي بصوا ها اضرب اضرب اقطع اقطع، على الاقل لا قدر الله جت في ايدي هعرف اقاوم، هعرف اكمل، هعرف اجري، هعرف اعيش. افضل ما هي تيجي فين؟ في قلبي، في صدري. وتركيز عينك فين؟ على المفصل، على المفصل. تمام؟ ليه؟ لانك انت لو مسكت المفصل ده بقوه او هنا بقوه ها اطعن 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 مش هيقدر خالص. وارد انك تغلط، يلا اهو انت عملت هنا مثلا، جيت تمسك المفصل فجت في صدرك، تروح ايدك على طول جايه فين؟ جايه هنا عند المفصل. اول ما تمسك المفصل بسرعه بص 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 اهو راسك 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 اضرب في الانف ركبتك اهو اضرب اضرب شد منه السلاح، شد منه السلاح. كذلك برضو لو سلاح قصير يبقى انا واقف فين؟ بالجنب. بص كل تركيزي، كل تركيزي فين؟ ها يلا اهو فين فين في المفصل هنا هنا. طب هنا ممكن يعمل ايه؟ هيدي الايد الاخرى. بص بص تروح برضو معايا اهو على طول. بص اهو اضرب اهو اضرب اهو اضرب اهو اضرب اهو. بص هنا بقى، بص وانت بتضرب اضرب شد منه السلاح، او وانت تمسك اهو اضرب 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 وتاخد منه السلاح على طول، او وانت ماسكه كده اهو تمام تروح بص لافف كده لافف كده اهو تحت كده اهو اهو اضرب 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 وشد منه السلاح. هدفك الرئيسي من المسافه صفر انك انت ايه؟ تقف بالجنب وايدك اهي على المفصل، واول ما تمسك المفصل اضرب بالفور هيد بالمنطقه دي هنا في الانف بركبتك تحت الحزام، شد السكين او اهرب، او لما تمسك ايده وجيت لفيت ايده بص لفيته ازاي فوق فوق ودوران كده لتحت تمام، وتضرب بقى بقوه هنا هنا وتشد منه ايه السلاح. يا كابتن جابر ممكن استخدم تقنيه اخرى؟ ممكن، بس لازم تكون مركزه. انهي ضربه ممكن ايه؟ اهو الركله الاماميه بعملها ازاي؟ بص برفع ركبتي كده اهو ها وبزق كده لجوه، تاني تعالى عليا اهو برفع وبزق لجوه، لكن لا تفضل لان ممكن رجلك تفلت وتقع. بص ممكن تقع كده، علشان كده خلي رجلك ثابته على الارض وامسك المفصل واضرب. طيب تقنيه اخرى هي صعبه شويه بس بتنفع. ايوه زي ما شايفين الولد المغربي ده نزل شال الولد من تحت ونزله على الارض، لازم تنخفض قوي قوي تحت جامد، وعلى طول بايدك الاثنين عند الركبه وخش بكتفك. بص شيله شيله وزق بكتفك ايه بص لجوه كده اهو على طول وعلى طول وعلى طول. اول ما تقع بص بص لانه ممكن يضرب بدي تروح كده اهو تروح كده على طول. بص تروح تفرد ايدك عليه اهو وتضرب تضرب 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 وتشد منه ايه السلاح. ناخدها بسرعه شويه، انا شايف واحد معاه سلاح اهو نزلت وشلت اهو ورحت على طول فين ايدي هنا اهو ضرب 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 وشدت منه ايه السلاح. تمام تركز على المفصل، تهاجم بسرعه، عرفت تهرب اهرب شد منه السلاح. لو داخل عليه وانت بتمسك المفصل وغلط كمل برضه. لو ادى السكين لايده الاخرى ايدك دايما تذبح السكين. ربنا يوفقكم يا رب العالمين.